السلام عليكم الاخوان، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. بون اختاريت لكم هذا النهار واحد السوجي جديد كيتعلق بالكولاس. الكولاس جوانت كولاس لي فويت اللي كيكونوا ديال الماء. غادي نهضر على ديال الماء ماشي ديال الزيت، واش من علاقه ديال النقص ديال الماء مع الكولاس والجوانت كولاس. اولا خصنا نعرفوا بان الموتور مقسم لنا لجوج ديال لي بارتي. كاينه لا بارتي اللي لتحت اللي هي الجروب اللي فيها لي بيستون، اللي فيها الفيل بروكا، اللي فيها زعما لا كومبيسيون جينيرال. النص التحتاني والنص الفوقاني هو الكولاس. هذا الكولاس هذا كيكون ما كبيرش بزاف، النص ديال الموتور الفوقاني كيكونوا فيه لي بيستون، كيكونوا فيه لي بوسوار، كيكونوا فيه لي زربرا كامل اللي كيدوروا. واللي كيجمع ما بيناتهم هي لا سانكرونيزاسيون ديال الكروا. الكروا ديستريبيسيون هي اللي كتعطي لا سانكرونيزاسيون ما بين الكولاس، يعني ما بين الاربراكام وما بين نص الموتور من التحت ما بين الفيل بروكا. اوكي، ماشي هذا هو السوجي ديالنا. السوجي ديالنا غادي نهضروا على الكولاس وعلى الجوانت كولاس. كيفاش غادي نعرفوا باللي راه هي كوسا سوا الجوان كوسا سوا الكولاس. اوكي، خصنا نعرفوا واحد القضيه، بان فاش كيكون الكونستركتور كيصنع واحد الموتور، فاش كيحط الجروب اللي كيكونوا فيه لي بيستون، شنو كيكون فوق منه؟ كيكون منه واحد الجوان ديال الحديد، هو الجوان د كولاس. كيتحط الجوان وفوق منه كيتحط الكولاس، وكيتزيرو بواحد السيراج على حسب لي نورم اللي كيعطي الكونستركتور شحال من كيلو فيه. اوكي، مزيان. المشكله فين كاينه؟ هي شي مرات ملي كتجبرو القرعه د الماء انها بدات كتنقص، هنا كاين مشكل. والا القرعه ديال الماء الكولور ديالها ماشي هو داك، ولا اللون ديال الماء احمر، يعني لونتيجال ولا احمر، هنا كاين مشكل واحد اخر. غادي نحدو هاد المشاكل هادو اون بريف باش ما نطولش عليكم. الا كان الماء كينقص، الا ما كانتش فويت اكسترن يعني كتبان، بحال دابا فاش كنحل الكابو كنشوف بان كاينه واحد الفويت ديال واحد لونتيجال كيقطر من شي بلاصه، يعني كيقطر من شي بلاصه. بون هذاك خصو سوا مشكله ديال الكولي ديال لي دوريت يتزيرو، ولا يتبدلو لي دوريت ولا لي كولي، ولا تزير شي حاجه، ماشي مشكل. ولا مشكل في الرادياتور ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. ولكن الا كان المشكل في شي حاجه انتيرن، كاينه فويت انتيرن من الداخل، كتزيد لونتيجال، كدوز نهار يومين كتجبرو ما كاينش، او هنا كاين المشكل. فين كيمشي هنا؟ غالبا يا اما كيكون جوانت كولاس من الداخل، يعني ما بين الجروب والكلاس كاين واحد الجوان، صافي بدا كيعيا تحرد، ولا راه بدا كيتحل ولا تتقب. سكيل في بان لي كاناليزاسيون ديال الماء اللي كيكونوا في الموتور، خصنا نعرفوا واحد القضيه، بان الموتور الجروب من التحت فيه واحد التقيبات فين كيدوز الماء باش كيبرد الموتور، وواحد التقيبات فين كيدوز الزيت باش كيبرد. المشكله وهو شي مرات الجوان كلاس ملي كيعيا، ولا داك البلايص كيكونوا دايرين على البيستون كيتفتحوا، كيولي كيسمح بان الماء ما كيبقاش طالع من الجروب من التحت وكيدوز للفوق للكولاس، لا كيجبر الجوان مقطع كيتسرب معاه، كيدخل لا شومبر دو كومبيسيون في شي بيستون، وتما الماء كينقص. هادي دو ان. المشكله الثانيه وهو شي مرات كيخرج الماء من ديك الكاناليزاسيون ديالو، فين شنو كيولي كيدير؟ كيولي كيطلق واحد لابريسيون، لان كتكون ما تنساوش بان لا شومبر دو كومبيسيون كتكون فيها واحد لابريسيون. كيخرج الماء ما كيرجعش كيف السيركوي ديالو من الفوق يرجع للقرعه ديال الماء، ومن القرعه ديال الماء يدوز للرادياتور يان سي دو سويت، لا كتولي لابريسيون دافعه، كيتدفع مع لابريسيون للقرعه. شي مرات كتحل الماء، كتحل زعما بليتو القرعه ديال الماء، كتجبر بان لابريسيون كتطلع مجهده وكيغلي. الا جبرتي الماء كيغلي في القرعه، دونك كاين المشكل هنايا ديال الكولاس، كاين بروبليم هنا، كاينه الكومبريسيون تما، يعني واخا كتزيد الماء كيعاود كيخرج كله، كيخص حتى تبرد الطوموبيل وكتزيد الماء. هذا مشكل رقم جوج، بان جوانت كولاس مشى، سوا جوانت كولاس سوا الكولاس، ربما يكون الكولاس عيان. لان علاش؟ شنو قلت لكم؟ الا كانت لا كومبريسيون وكانت الفويت كيولي الماء كيرجع للقرعه ديال الماء بلا بريسيون، هنا كيكون بروبليم ديال جوانت كولاس 100%. الا ما صاوبتيش هذا المشكل هذا، شنو غادي يوقع؟ الكيلاس غادي يتعوج. علاش غيتعوج؟ لان غادي يسخن بزاف الحراره كتكون، الماء ما كيكونش كافي باش يبرد
في السيركوي ديال الغوفخواديسمون كيولي الكيلاص فاش كيتحط على الجروب ما كيجيش مقاد، كيولي شويه مبومبي. يعني واخا تبدل الجوان دو كيلاص والسيراج كيكون مقاد، كتكون واحد البلاصه كدوز منها واحد الفويت اللي هي صغيره بزاف، كيولي كيبيردي الماء. وبطبيعه الحال الى كانوا لي بيرت حتى لا كومبريسيون ما غاديش تكون في الموتور، والتيراج غادي يكون قليل. هذه الحاجه الثالثه. الحاجه الرابعه وهي شي مرات كتحل القرعه ديال الماء، كتجبر الكولور ديال الماء بحال لي فيه الغيس. هذا راه ماشي مشكل، حقا شي واحد كيقول لك راه حقا الموتور من الداخل مصدي، سير غسل السيركوي ديال الماء، سير دير الفيدونج ديال الماء، عاود دير اونتيجال واحد اخر. لا، اللي غتضيع فلوسك الا عاودتي دير الا درتي الفيدونج ديال الماء وعاودتي سيركوي جديد ديال الماء، راه داك ما كاينش هاد القضيه ديال الموتور مصدي. الا كان الموتور مصدي من الداخل على حسب السيركوي، الا كان دايس فيه الماء، الا كان دايس فيه الماء راه سي نورمال غيكون صدا، ولكن صدا حدك كتغسلو صافي كيرجع الماء كيدور عادي، وغتجبر واحد لي بارتيكول صغيرين من الكولور ديال الماء، يلاه شي شويه مصدي ماشي بزاف. ولكن المشكله فين كاينه وهو من الداخل كتجبر بحال الغيس، الماء يعني مغيس كله. واخا تعاود تخوي داك الماء يعني داك لونتيجيل ودير لونتيجيل واحد اخر غيرجع الغيس. فين هو المشكل؟ منين كيجي؟ هو في جوان دو كيلاس نيت. شي مرات كتكون بحال دابا تقبه في الكيلا في جوان دو كيلاس ما بين الكاناليزاسيون ديال الماء والزيت، حيت شي مرات كيكونوا اون باراليل في الجروب، كيكونوا اون باراليل. ملي جوان دو كيلاس كيتثقب كيولي الزيت كيدوز للماء، كيتخلط مع الماء، كيدوز في السيركوي ديال الماء ديال الرفرواديسمون، كيدوز للقرعه ديال الماء. فاش كيتخلط الزيت مع الماء كيولي داير هكاك بحال الشكل ديال الغيس. يعني واخا تنقيه راه والو، ملي تجبر هذا المشكل هذا سير عند الميكانيسيان، حل الكيلاص ديالك، يعني نص الموتور كله غيتحل، تشوف جوان دو كيلاص تبدلو، تشوف الكيلاص ديالك واش غادي مقاد ولا بدا كيعوج شويه. الا كان مقاد ردو، الا بدا كيعوج شويه على حسب انت والميكانيسيان اللي غيشوف لك. الا كان يمكن له يتليسها شويه عند الدور يتقاد مزيان، ولكن الا غتعدى لي نورم ديالو صافي كتلوح داك الكيلاص راه ما صالحش، وكتاخذ كيلاص واحد اخر قديم وكتركبو. نتمنى انني نكون فدتكم، واللي ما فهمش شي حاجه مرحبا. هاد السوجي هذا ديال الكيلاص وديال الماء وديال لي بيرت ديال الماء والسيركوي ديال الماء تخلط مع السيركوي ديال الزيت، مشكل هذا كيعاني منه بزاف ديال الناس، وسيرتو بالنسبه للناس اللي كيغفلوا على يعني التفقد ديال الماء اللي كيكون في الرادياتور في القرعه ديال الماء. كاين مشكل واحد اخر وهو النقصان ديال الزيت، خليته في حلقه واحده اخرى باش ما نطولش عليكم. المشاكل ديال الزيت، علاش الزيت كينقص؟ تهلاو في راسكم، بالسلامه عليكم.